جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. تعليق صغير يعني مهم، لانه اولا المرسوم 87 ما فيش تصريح يعني، لكن في اعتقادي انه القرار اللي اتخذ انذاك باعطاء الصفه القانونيه حسب المرسوم 87 لحزب التحرير كان قرار سياسي مش كان قرار قانوني. بمعنى انه حزب التحرير يعني كيشوف القانون الاساسي نتاعو يتخالف تماما مع فصول المرسوم اللي هو ينظم الحياه الحزبيه، ينظم الحياه الحزبيه في تونس. ما علاش ياخذ ترخيص؟ قلت لك قرار سياسي اخذ من السلطه السياسيه انذاك، الحكومه السيد جبالي انذاك رئيس الحكومه. يعني قرار سياسي اخذ وفرض هكذا. معناتها انت بالقانون تقول انه الحزب هذا نورمالمون ما يلزموش يكون عنده ترخيص؟ بالقانون حسب الفصول القانونيه. يعني كيفاش يصير؟ يقدموا مطلب كيما الجمعيات، يقدموا مطلب وفي ملفات وغير، ويدرس تلك الملف، واذا كان متناسبه مع القانون يعني يقولوا لهم امشوا صرفوا على رواحكم، فهمني، يخرج في الرائد الرسمي، واذا كان مش متناسب يقول لهم يا خويا راجعوا القانون الاساسي نتاعكم بما يتماشى، والفصل كذا والفصل كذا والفصل كذا. طيب العمليه هذه ما صارتش. ما صارتش بالكل. اليوم حسب رايك التحرير هذا تماشى والفصول الموجوده لانشاء الاحزاب؟ ربي سامحني، فصل ثالث تحترم الاحزاب السياسيه في نظامها الاساسي وفي نشاطها وتمويلها، مبادئ الجمهوريه، تعرف الجمهوريه؟ وعلويه القانون والديمقراطيه والتعدديه والتداول السلمي على السلطه والشفافيه والمساواه وحياد الاداره ودور العباده والمرافق العامه واستقلال القضاء وحقوق الانسان كما ضبطت بالاتفاقيات الدوليه التي صادقت عليها الجمهوريه التونسيه. فصل 4 يحجر على الاحزاب السياسيه ان تعتمد في نظامها الاساسي او في بياناتها او في برامجها او في نشاطها الدعوه الى العنف والكراهيه والتعصب والتمييز على اسس دينيه او فئويه او جنسيه او جهويه. مش واضح هذا؟ مالا كيفاش؟ قلت لك قرار سياسي. اللي قاعدين نسمعوا فيه سيد الوزير اليوم من اللي قاعد يخرج؟ ملاحظه اولى، نفس المرسوم نفس المرسوم يعطي عملية الحل إلى القضاء. إي، معناتها مش الدولة تقول له قرار. يعني شفت المول يعني، ولكن شكون يحيل إلى القضاء؟ الدولة؟ هذا بالعام يعني الدولة، ترى الحكومة. تحيل نزاعات الدولة. إذا إلى الآن يعني فما طلبات أولا بالتنبيه، لأن في تدرج وقع التنبيه لحزب التحرير. ثم إذا كان لا يحترم تلك التنبيه يصير طلب التعليق. تنبيه عليه فاش؟ باش في يحترم تبع بالاحترام. هو فاش ما يحترمش؟ انه يدعو الى الخلافه مثلا، الدعوه الى الخلافه والجمهوريه لا، ولا يعني ما يعترفش هو باش، ولا انتخابات بالشكل الحالي لا، والدستور لا، اصلا الكيان التونسي مش تعرفش اصلا، تونس ككيان مش موجود عنده، الدوله التونسيه غير موجوده. فهمني اصلا هذا، فهمني يعني، واحنا يا اخي كيفاش احنا دوله يا اخي؟ ما بسنا اذا كنت تعرفش بالدوله، ما تعرفش بالاطار القانوني نتاعها والمؤسسات والدستور، كيف يمكن ان تمارس ممارسه حزبيه فيها؟ يعني تريد اخذ السلطه في تلك الدوله. صحيح ما يشاع اليوم انه الدوله متجهه نحو انها تحل الحزب بالقضاء. هذا هو القرار القضائي، هو مش قرار حكومي. ولكن الحكومه هي اللي تحيل. فما مطلب للتعليق ولاسباب تتعلق بالشكليه، فهمني، باشكاليه ما وقعش يعني الملف هذا، احاله الملف للقضاء. لا وقع احاله، لكن ما وقعش المحكمه، لم يعني المحكمه اللي بدت فيه يعني بصوره مش ايجابيه يعني، فهمني. فاذا المطلب فما مطلب جديد باش يحال الى القضاء. طبعاً الدوله ستطلب حل حزب التحرير، تطلب تعليق نشاط يعني تعليق نشاطه حتى انه يتماشى والقانون التونسي ويغير القانون الاساسي. واذا كان عنده اجال باش تعمل فيه، اذا كان ما يتماشاش هذا يحل، يطلب من القضاء حله. جوهره اف ام، جوهره اف ام، الدنيا وما فيها.